تتجلى العلاقة الإيجابية بين الإنسان والخشب في ركن صغير يعمل فيه اللاجئ السوري سلطان على تحويل الخشب إلى فن نابض بالحياة ليضيء البيوت بنور لطيف يتسلل بين حنايا الخشب، فيما شكل مع عائلته مشروعاً صغيراً في مدينة غازي عنتاب التركية أطلقوا عليه اسم لايت هاوس أو المنارة. بلشنا المشروع الورشة كعائلة، يعني في أنا وأختي، زوجتي وزوج أختي، أخي الثاني، كلنا منحب هذا الشغل، كلنا يعني مننبسط لما نشتغل هيك شيء، ففتحنا هاي الورشة وبلشنا نشتغل مع بعض. يعني كل حدا له دور معين، مثلا أنا بركز أكثر شيء بشتغل لمبديرات، سلطانة هي بتعمل إكسسوارات منزلية، شغلات من هذا النوع، جيلان بتصور بتدير الصفحة، فإنه هيك في تكامل وظيفي بين هاي العائلة. يعتبر التخصص في الأدوار عاملا مهما لنجاح الفريق، ويظهر التنسيق العالي في المهام التي تبدأ باختيار الخشب ونوعه وتزيينه بطرق مختلفة وتنتهي بقطعة فنية مميزة تجد طريقها إلى المهتمين بالعراقة والجمال. أنا شغلي هون معه إني ساندو أول شيء ووقف معه، وشايفة إنه المشروع يمكن ينجح إذا لقى الدعاية المناسبة أو التسويق المناسب. أنا شغلي معه هو بس تسويق، بدير صفحة الفيس وبنزل صور، فكلنا عم نشتغل مع بعض ومبسوطين بهذا الشغل، وإن شاء الله ينجح وإن شاء الله هيك نوصل لنصير براند عالمي. استعمل الإنسان القديم الخشب في صناعة الأدوات المنزلية لتميزه بالقوة والمرونة وسهولة التشكيل، وبحسب خبراء علم النفس يبعث اللون البني الدافئ للخشب طاقة إيجابية في المكان. كنت بحاجة لوقت أنه أخصصه لحالي أقدر أشتغل فيه شيء حس أنه أنا عم بنجز فيه، لأنه أغلب الشغل اللي بيكون هو ريمونت اللي ما بتحسي أنه أنت عم تنجزي. فكانت الفكرة الأساسية بالنسبة لي أنه أنا لقي لحالي مكان أقدر أشتغل شيء بحبه وأخذ فيه وقت وأعطي يعني فكرة حلوة وتطلع القطعة يعني أنه فيها نوع من الإبداع وشيء جديد. يعني نجح السوريون في تركيا بالتعريف بثقافتهم وتراثهم الأصيل من خلال الحرف اليدوية العريقة التي هاجرت مع قرابة 1500 حرفي يعملون بها اليوم في مختلف المناطق التركية. آلاء صبرة لأورينت نيوز، غازي عنتاب التركية.